إذن والإثراء نقاش. يتواجد معنا موفد قناة الجزائر الدولية إلى المركز الدولي لمؤتمرات بالجزائر العاصمة الزميل عز الدين ديدان. مرحبا بك زميل عز الدين. ربما ما هي خلاصة اليوم الأول في مخرجات اللقاء ولقاء الخبراء بالدرجة الأولى أستاذ عز الدين، خاصة مع التداعيات التي صاحبت هذا المنتدى قبيل انطلاقه؟ نعم، مساء الخير وليد، ومساء الخير لمشاهدي قناة الجزائر الدولية. لحد الآن وليد لم تختتم أشغال اجتماع فريق العمل المختص لرفع المستوى، وهو أول اجتماع تحذيرا للقمة السابعة لرؤساء الدول وحكومات المنتدى الدول المصدرة للغاز. لحد الآن لم تختتم تتواصل أشغال في صياغة للخبراء الذين يعكفون على صياغة المسودة مشروع إعلان الجزائر والبيان الختامي للقمة، والذي سيرفع إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء الدول الأعضاء غدا الجمعة، على أن يرفع هذا الاجتماع ويرفع هذا الاجتماع نفس المسودة إلى القمة التي سيصادق خلالها الرؤساء ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات على المشروع النهائي. طبعا هذه الساعات الطويلة من المحادثات والصياغة وكتابة وإعادة تحرير هذا البيان تدم عن أهمية وجدية المحادثات التي تجري حاليا في القاعة الهجار هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات غربية الجزائر، بالنظر إلى أيضا التحديات الكبرى التي تواجه صناعة الغاز وفي رسم خريطة مستقبل هذا المورد الطاقوي ما بين سوق متقلبة، وأيضا توترات جيوسياسية متعددة في مناطق في أقاليم متعددة من العالم، تعددت أقول الأزمات، فالكثير من التحديات تطرح في قمة الجزائر. وعلى هذا الأساس فإن هذه المحادثات وطول هذه المحادثات عكست هذه التوجهات الكبرى لصناعة الغاز في العالم.